القانون 1922 في مواده المادة 15 والمادة 16 التي تقضي بنقل الموظفين القطاع العمومي للصحة العمومية من إطارهم الوظيفي إلى إطار ديال المستخدمين اللي تحكمه قانون الشغل، وهذا الشيء مرفوض جملة وتفصيلا من جميع الموظفين، أي أن المصير ديالنا من هنا لواحد السنين ولا يعني أقل أو أكثر غادي نصبحوا في وضع في يد الباترونة اللي غتولي تحكمنا، واللي الحكومة تتجه لخوصة قطاع الصحة بتنزيل هذه القوانين. لذا الموظفين استشعروا الخطر على مصيرهم المهني وجاءوا احتجوا لسحب القانونين او لتعديل الماده 15 و16 من قانون 1922. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.